السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. مدخل اسكندرية، أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة نحلل كورونا فين وبكام. لكن قبل أن نبدأ، لو حضرتك مش مشترك في القناة ياريت تنزل تعمل سبسكرايب، وياريت تدعمني تعمل لي لايك وتعمل لي شير علشان الفيديو ينتشر جدا وتعم الفائدة. طبعا القناة بها أكتر من 1600 حلقة، أو حوالي 1600 حلقة. ياريت حضرتك تنزل وتتفرج عليهم، حاجة مفيدة جدا. وياريت كومنت تعليق. ما هو التعليق؟ بحبك يا أفوز، I love you أفوز، جو تم أفوز. وزع الطاقة الإيجابية واديني حنان، اديني حنان على قد ما تقدر. منسوب الحنان عندي ضعيفة، أول ما منسوب الحنان بيرتفع كل أنشطة الحيوية بترتفع، وأعتقد الناس كلها كده إلا اللي يعني ما عندوش حنان أو ما عندوش قلب. الله يمسيك حنان، الله يمسيك بالخير حنان. المهم إحنا هنحلل في معامل تحاليل موثقة ومعتمدة، معامل تحاليل موثقة ومعتمدة، والنتائج بتاعتها ممتازة لأن الأجهزة بتاعتها بيتم معايرتها. مش أي جهاز، مش أي معمل تحاليل، لا. أنا برشح المختبر، معمل المختبر أو معمل مجدي الدريني، المختبر أو مجدي الدريني أو معامل حساب، المختبر أو مجدي الدريني أو معامل حساب. طيب لو أنت مشتبه مجرد اشتباه، هتحلل تحليلات الاشتباه. تحليلات الاشتباه ب 460 جنيه. تحليلات الاشتباه ب 460 جنيه. المسحة بي سي آر ب 1200 جنيه. والراجل هيجي لك لغاية البيت. طيب تحليلات الاشتباه فين؟ اهي سي بي سي صفرة، سي بي سي وال دي اتش ودي دايمر وبي اي واي ان ار وبي تي وسي ار بي واي اس ار واس فيريتين. طبعا الشيست اكس راي اور سي تي، ده في مركز أشعة، مركز الأشعة اللي في الهانوفيل مثلا. هشرح لكم التحاليل. سي بي سي دي صورة دم كاملة، هتلاقي فيها كرات الدم البيضاء قليلة أو الليمفوسايت قليلة، يعني هتلاقي كرات الدم البيضاء كلها قليلة أو هتلاقي كرات الدم البيضاء عادية بس الليمفوسايتس قليلة. ال ال دي اتش هتلاقيه عالي، ده بيعبر عن إن في تجلط في الدم، والدي دايمر بيعبر ان في تجلط في الدم. ال ال دي اتش تحديدا بيعبر ان في صفائح دمويه كتير متجمعه. البي اي اللي هو بروثرومبين اكتيفيتي بتبقى عاليه قوي، البروثرومبين مسؤول عن التجلط. طب الاي ان ار والبي تي هتلاقيهم قليلين، لان الاي ان ار المفروض واحد هتلاقيه قليل. البي تي اللي هو بروثرومبين تايم المفروض 13 ثانية، هيقل لأن معنى كده في تجلط، المفروض الدم يتجلط في 13 ثانية فقط، لكن ده هيبقى أقل. طيب دولت كده بتوع التجلط، ال دي اتش، دي دايمر، بي اي، اي ان ار، بي تي، سي بي سي صورة الدم كاملة. دلالات الالتهاب بقى سي ار بي واي اس ار واس فيريتين، كلهم بتلاقيهم عاليين، كلهم عاليين على المنسوب. هتلاقي منسوب كده، هتلاقي الرقم بتاعك وليه ريفرنس او المنسوب بتاعه الطبيعي على يمينه، هتلاقيه اعلى من المنسوب. طبعا لو عندك كحه بتعمل شيست اكس راي في اي مركز اشعه، بتلاقي جراوند جلاس ابييرنس، جراوند جلاس ابييرنس. ده للمشتبهين، للمشتبهين. اما مسحه كورونا اللي هي بي سي ار ب 1200، ب 1200 اهو، نستعرض
معامل حساب، رقم التليفون 16987، 16987. مسحة كورونا ب 1200 جنيه. التحليلات المشتبه به 460 جنيه بعد إذنكم. ألو، أستأذنك ساعة بالظبط وكلمني إن شاء الله. مع ألف سلامة. المشتبه فيهم 460 جنيه، تمام؟ مندوب المعمل هيجي لك لحد البيت ياخد منك العينة بطريقة محترمة جدا، والنتيجة هتظهر خلال يومين، اللي هي المسحة، المسحة بتظهر خلال يومين. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. لا تنسوا أن تدعموني بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.